مساء الخير والقوة على كل بنت وست بيشوفونا النهاردة في ست الستات. ليه بدأنا البداية دي؟ لأن النهاردة 11 أكتوبر. 11 أكتوبر يعني اليوم العالمي للفتاة، وده اليوم اللي أطلقته الأمم المتحدة لحماية حقوق البنات في التعليم والعمل والمساواة، يعني وعدم التمييز ما بينهم وما بين الولاد أو الرجالة، يعني بأي شكل من الأشكال. والحمد لله ده اللي وصلنا له وحققناه كمان بشكل كبير في 2023، وكل بنت قدرت انها او بتقدر حاليا تثبت نفسها وقدراتها في الحياة وفي سوق العمل، وطبعا تحقق ذاتها في الكارير ايا كان اللي هي بتختاره لنفسها، وبتتطور وبتنجح. النهاردة معانا نماذج كتير، ايه رأيكم كده نبدأ بداية قوية ونشوفهم ونعرف عنهم اكتر في التقرير اللي معانا، ونرجع نبدأ حلقتنا مع حضراتكم، خليكم معانا. ابتدت من 6 سنين كمبادرة كانت اسمها هاير سوبر ماما، ودي كانت مبادرة بتساعد الأمهات إن هم يلاقوا شغل مرن، ودي ابتديتها على جروب على فيسبوك، وجروب وصل لأكتر من 45,000 ست. وبعد كده لقيت إن الستات كتير قوي عندها المشكلة دي، إن هم مش عارفين يوفقوا ما بين البيت والشغل، فلقيت إن في جاب كبير في الماركت، إن الشركات مش عارفة توفق للستات فرص عمل مرنة تخليهم اكشلي يعرفوا يوفقوا ما بين البيت والشغل. فمن هنا جت فكره كاريرها، واتوردت الفكره دي ان هي تساعد الستات تامباور ان يبقى عندهم افلكسبل كارير، سواء كرائده اعمال او كشغلانه في شركه، وفي نفس الوقت بنساعد الشركات ان هم يعرفوا يحققوا الدايفرسيتي اكويتي وانكلوجن. انا متخرجه بقالي 4 سنين، كنت بشتغل في كارير يعني وسبته، فبدور على كارير تاني دلوقتي، فحسيت ان النهارده فرصه حلوه يعني ان انا ادور على حاجه تانيه. نفسي اشتغل عموما حتى لو مش حاجه في مجالي، بس لو لقيت فرصه شغل يعني عموما هشتغل، يعني حتى لو مش في مجالي، عشان ادرب نفسي على فكره ضغط الشغل ويعني وبيئه الشغل عموما. بنكبر دايره علاقتنا قوي، بنعرف ناس، انتي مجرد ما بتقعدي في مكان بتعرفي ده بيشتغل في كذا وده بيشتغل في كذا، بلس بيقول لك مثلا حد عايز انترنشيب في حاجه، حد عايز يعني تدريب او وات ايفر، يعني انتي بتعرفي ايه الناس، ايه الحاجه اللي انتي عايز تشتغلي فيها ومطلوب فيها ايه عشان تقدري تقدمي او تقدري تطوري نفسك فيها، فتعرفي تلاقي الفرصه الكويسه. انا اصلا مهندسه وكنت بشتغل في شغل في شركه هندسه عادي، بس طبعا مع الولاد وكده مواعيد الشغل بقت صعبه جدا، ما بقتش عارفه اشتغل، اشتغلت شويه من البيت، بعدين بدات افكر بقى في فكره ان انا اعمل مشروع اللي هو حلويات صحيه بسكر قليل، سكر دايت للناس اللي عندها مرض سكر، الناس اللي عايزه تخس، الناس اللي عايزه تاكل حاجه حلوه من غير ما تعك. فيعني الحمد لله النهارده كاريرها صراحه يعني كانوا سبورتيف جدا لينا، وعملوا لنا الايفنت، احنا كنا تبع اكلاتك بيزنس، وكنا مع شيف منى وشيف علاء، وعملنا شغل الحمد لله كويس جدا والناس كلها عجبها الاكل. يعني عملت شيفت كارير اصلا، دخلت مجال اليوجا علشان اعرف ان انا اشتغل ساعة وارجع البيت، بس لما الولاد بتبدأ تكبر بتبقي عايزة بقى، لا يعني عايزة ترجعي بقى الاساس بتاعك، بقى لا تنزلي بقى في بنك تاني او ترجعي بقى للكارير بتاعك. بس ديورينج الفترة دي بدرس يعني اخد اي حاجة اونلاين، بحيث ان انت لما تيجي ترجعي تاني للكارير ما تبقيش ان انت دماغك صدت وان انت بقى نسيتي كل حاجة، لا تبقي يعني في زي ما بتقولي كده في سوق العمل. يعني انا بديت من 2016 كنا شغالين في الكيكس، بس كاستمايز كيك، بعد كده بدأنا ندخل منتجات جديدة، دخلنا الكوكيز، دخلنا البسكوت القهوة، الناس كتير دقيته النهاردة وعجبهم، دخلنا السينمون رولز، وبندخل برضو في الأعياد الكحك والبيتي فور والسابلي والحاجات دي كلها، وإن شاء الله الفترة الجاية هيكون في أصناف جديدة. تقرير منعش كده، تقرير لازم نقول ايه البنات الحلوه دي والجدعه دي. عايزين نقول كمان ان البنات يقدروا قوي او قادرين ان هم يكونوا سند حقيقي لاهلهم وقت الازمات. وقت الازمه بتبص تلاقي البنت من دول ب100 راجل، وده اللي عملته ضيفتنا اللي معانا ومنورانا دلوقتي الكوتش سما فؤاد. ازيك سما؟ ومبسوطه قوي قوي انك معانا النهارده. انا اكتر بجد، الحمد لله كله تمام. انت كوتش في ايه؟ عايزه اعرف لانك بصي سمباتيك كده ويعني ما شاء الله عليكي. بصي، هو انا اختصاصي الاساسي كمال اجسام. ك
كمال اجسام؟ اه. فين؟ انت مخبيه كمال الاجسام في الجاكيت ولا ايه؟ مش بعمله لنفسي يعني، بعمله للناس اللي حابه تعمل ده، اللي هو مثلا حد عايز يعمل فورمه، احنا بنقدر نعمل فورمه، نعمل له عضلات. واو. طبعا اي حد حابب يخس حابب يزيد، لان انا اصلا برضو جنب اختصاصي ده انا اخصائيه تغذيه رياضيين. اوكي، تغذيه رياضيين. حلوه قوي، لان احنا عندنا اسئله كتيره جدا دايما بتجيلنا على التغذيه بتاعت الرياضيين، لان في ناس كتيره بتخاف منها، بس هنجيلها. عايز اعرف عنك اكتر يا سما، احكي لي حكايتك ايه، وليه النهارده انت معانا كبنت ب 100 راجل وقدرتي انك انت تعملي كده مسانده لاسرتك ولاهلك ولمامتك ولاخوكي؟ احكي لي حكايتك. هو الموضوع باختصار ان والدتي كانت محتاجه تنفصل عن والدي، ولكن ما كانتش الظروف سامحه لكده، لان هي ما كانتش تقدر تشتغل واحنا كنا صغيرين. ولكن اخذنا القرار ده بعد تشجيع مننا احنا الثلاثه يعني، واحنا الثلاثه ابتدينا نشتغل. انا اشتغلت في صيدليه وهي برضو اشتغلت في حاجات زي كده، وكنت ساعتها يعني طالبه في كليه اداب، كنت بشتغل وفي نفس الوقت بدرس، ولكن ما كانتش في اي حاجه واضحه قدامي ككارير او اي حاجه يعني. اوكي. وكنت في طاقه سلبيه بقى من كل الحاجات دي، كنت بروح اخرجها في الجيم وفي الرياضه بشكل عام. وابتديت احس ان الموضوع لا، انا عاجبني الموضوع وحباه قوي، حابه اعرف ده بيتعمل ازاي وده بيحصل له ايه، والعضله دي ازاي بتكبر وازاي كل الكلام ده. فابتديت ان انا ادور على الانترنت، ولقيت الموضوع كبير وعلم، ومش اللي هو تحفظي تمرين وخلاص. ابتديت ان انا اتعمق فيه واقرا فيه، طب انا عايزه بقى اشتغل في الموضوع ده. مامتي واخويا عندهم مقاومه انسولين ووزنهم عالي، فابتديت ان انا اطبق ده معاهم. يعني اخويا كان فوق ال 100 كيلو، هو حاليا 70 ما شاء الله. والدتي انت اللي ظبطتيه؟ اه. انت يعني عن طريق الرياضه والتمرينات والدايت انت اللي عملتي له رحله التغذيه العلاجيه دي يعني؟ لا بصي، هو التغذيه العلاجيه مش اختصاصي خالص. هو الاول بيروحوا للدكتور طبعا بيحللوا بيشوفوا لو هياخدوا اي ادويه، والدكتور في الاخر بيقول لهم لا احنا محتاجين ناكل اكل صحي. فساعتها ده بيجي دوري بقى، اعمل لهم الاكل الصحي والبلان. والاثنين قامت الانسولين شبه اختفت من عندهم حاليا الاثنين، حتى ماما كمان. حتى ماما الحمد لله. عايزه ارجع كده ورا سنه، مريتوا يعني من الازمه دي بتكاتفكم انتوا الثلاثه في الوقت ده، قدرتي تشيلي البيت انت وماما على كتافكم، ويعني كان كله عدى بسلام، وكانت يعني هو ده السبب الرئيسي انك انت عملتي الكارير شيفت بتاعك؟ هو كله عدى بسلام؟ لا بسلام لا. اه الموضوع كان صعب جدا جدا، وكان في حروب كتير نفسيه قبل ما تكون بدنيه، لان احنا مثلا انا كنت بوصل ان انا ممكن اشتغل 14 و18 ساعه وكنتش بنام مع الكليه. الحمد لله هي من فتره طويله بس ربنا بيجازي يعني. والدتي برضو تعبت لحد ما جالها غضروف، فكان لازم ان انا اريحها خالص من الشغل. اخويا كان لسه المسؤوليه بقى كلها. بالظبط. اخوكي بقى وقتها كان صغير؟ كان صغير، كان لسه في اولى كليه ومتخبط برضو، فبيشتغل على قد اللي بيقدر يلاقيه. فكنت انا بس اللي ابتديت ان انا الاقي طريق امشي فيه، واقدر ساعتها ان انا اجيب ولو جزء صغير من الفلوس. واحنا ده كان بالنسبه لنا كفايه يعني، احنا نبقى حتى على الاقل بنلاقي اللي احنا بناكله. الجمال ده ايه ده يا شيخه الجمال؟ حلاوتك دي جايباها ازاي ومنين؟ تسلمي والله. ماما عملت ايه بقى؟ انت لما قلت لها ان انا حابه الجيم قوي وحابه ان انا اغير، خلاص انا يعني هشتغل في المهنه دي، هبقى كوتش في المهنه دي، ايه كان رايها؟ ولا انت خلاص ماسكه دفه حياتك ومش محتاجه راي حد؟ لا الامور ما بتمشيش كده قوي، والا ما كنتش اتجوزت يعني. هو انا بحب اخد اراء الناس اللي انا بثق فيها، ولكن هما دلوقتي واثقين في دماغي يعني انا هعمل كذا. شلتي بيت على كتافك انت وماما طبعا، بس طبعًا يعني طبعًا. كنت جزء من مسؤوليه كبيره قوي، فدلوقتي في ثقه، في ثقه فيكي جامده يعني. اه مظبوط، حتى زوجي حاليا برضو بيثق في قراراتي، ولما بيبقى حابب حتى يستشيرني في حاجه بيبقى واثق في اللي انا بقوله. بس والدتي بالذات كانت داعمه ليا، اي حاجه هقول لها يا ماما انا هعملها، ما دام هي مش حرام ومش غلط خلاص هي معايا واثقه فيا وواثقه في اللي انا هعمله. وطبعا كل ده ما كانش ليه اي دلالات ولا اي حاجه واضحه زي دلوقتي. يعني زمان انا كنت بقول لماما ان شاء الله ربنا هيفتح علينا، ان شاء الله نتحسن، لان يعني ساعتها كان دخلي في الشهر يعني ما يتعداش ال 1000 جنيه. فحاليا طبعا مع وجود الشركه بتاعتي وهم دلوقتي هم شغالين فيها. ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر. يعني عملتي شركه بتاعتك؟ اه. بقالك كام سنه عاملاها؟ يعني هفاجئ حضرتك، هي بقالها اقل من سنه. اقل من سنه؟ اه. لكن التطور فيها حصل بسرعه. بالظبط بالظبط، التيم قرب يوصل 20 شخص. بتعملي ايه بقى من خلال الشركه؟ بصي هو احنا بنقدم زي ما قلت لحضرتك ان انا بقدر ان انا اخلي الشخص اللي قدامي يوصل لهدفه
سواء كان جسم صحي عايز يخس عايز يعمل عضلات، فانا لوحدي ما بقتش قادره على كم العملاء اللي عايزين يدخلوا معايا. ايه ده؟ وفي رجاله وثقت فيكي؟ مظبوط. وانت قد كده صغنونه قد كده سما قد كده بالظبط. ما هو ده بقى دور العلم، ان انا كنت بدرس العلم واجي اقدمه على السوشيال ميديا بشكل فيديوز. فحاليا انا المتابعين تخطوا ال 4 مليون متابع. واو. على حوالي 4 منصات. ما شاء الله. فالثقه جت من الثقة هنا. الثقه جت من ان انا بحاول ان انا اتحرى الدقه في اللي انا بقوله، حتى لو جاء في طبعا اعلانات انفلونسرز بيجي لنا، انا مش بقبل اي اعلان حتى لو هيدفع لي ايه، لازم الاعلان اكون متحريه. حتى الناس اللي عاملين معايا اعلانات هم عارفين كويس انا رخمه ازاي، وروني تحاليل، وروني التصاريح، وروني كل حاجه. طيب ده انا هقول الصح مش هقول اللي انتوا عايزينه كتسويقيا. فالثقه دي كتغذيه رياضيين. مظبوط. فالثقه طبعا المكملات الجيم وكده. أيوة. فالثقه دي خلت ان يبقى في عملاء. جه عليا وقت انا مش قادره اسيطر على عددهم ومش هطلع كواليتي كويسه. طب. فلازم كنت اكبر التيم، فجت فكره شركه اللي هي كوتش سما كوربريت او اللي هي باسمي يعني. وحاليا التيم وصل 20 شخص، اخصائيين تغذيه واخصائيين تحاليل، لان لازم نشوف تحاليل الشخص عشان لو هنوجهه لطبيب او حاجه. شغلتي اخوكي معاكي؟ اخويا هو السي او دلوقتي كمان. انا قاعده هنا في القاهره وهو ماسكها لي. اوكي. ومامتي السيلز مانجر دلوقتي، هي درست سيلز ومشغله ماما كمان. يعني ده فاميلي بيزنس يعني. بالظبط كده. لو كنا لو بصينا كده دلوقتي وانتي سما فؤاد حاليا وبصيتي للي فات، هل تغيري اي ظرف من الظروف اللي عدت عليكي زمان؟ لو كنت تقدري تغيري اي ظرف ولا لا ولولا الظروف دي ما كنتيش وصلتي اللي انتي فيه دلوقتي؟ لا ما غيرش اي حاجه ولا اي حاجه حصلت لي اغيرها ابدا، ان هي فعلا سبب في تشكل شخصيتي دلوقتي. وحتى الظروف دي انا هشاركها بشكل اعمق في الكتاب بتاعي وهينزل في يناير. هتعملي كتاب؟ هتتكلمي فيه على الاحوال الاجتماعيه ولا انك انت عملتي كارير شيفت ولا على المشاكل الاسريه ومامتك وباباكي واخوكي ولا التغذيه ولا تعملي عن ايه بالظبط؟ هو انا حاسه ان انا عندي رساله تستحق توصل للشباب، لان اكيد في ناس كتير كانوا في مكاني. طب ما تقوليها لنا. هو فكره بس ان احنا مفترض نبقى عارفين نمسك القرارات المصيريه في حياتنا. الاهل دايما شايفين الصح بس ساعات بنبقى محتاجين نقرب وجهات نظر. يعني والدي كان عاوز يجوزني حد كبير في السن وانا عندي حوالي 18 سنه، كنت قاصر يعتبر وما كملش تعليمي. ساعتها ده كان بدايه ان انا ارفض. طبعا كان في سلسله كبيره من العنف الاسري. بس دي الحاجه اللي خلاص انا حسيت ان حياتي بتروح مني. فكان ما فيش حاجه اخسرها يعني، فكان لازم ساعتها تقفي مع نفسك الوقفه دي ومع اسرتك الوقفه دي. بالظبط. ساعتها افهم ان لازم يبقى عندي اسباب لكل حاجه بتحصل في حياتي. انا ما ينفعش ابقى حاضر 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 حتى لو حاجه انا شايفه حتى الحاجه شايفه ان هي هتضرني. فدي رساله انا هوصلها في كتابي. ان كل شخص عامه عانى من الحاجات اللي احنا عانيناها، سواء بقى كمان في سوق العمل. حتى لما بدات طبعا الموضوع اكبر مما تخيلت يعني، كنت ما فيش خبره، لا محتاجين نشتغل على سكيلز، محتاجين نشتغل على لغه عشان نعرف ندرس حاجه بره. ففي تحديات كتير قوي هتواجه اي حد انا مش عايزاه يطلع يتصدم بيها، عايزه اقدمها له في الكتاب ده. عايزه تبهدي نفسيته. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الكوتش سما هي اللي عامله البادي بيلدينج لجوزها. انت اللي مظبطه له، انت يعني بتاعت كمال اجسام. عملتي ايه في جوزك؟ هو اصلا بيتمرن من قبل ما اعرفه. ازاي واثق فيكي الثقه دي؟ والله هو محمد بيثق فيا جدا يعني. هو من قبل اصلا ما نعرف بعض هو بيتمرن، هو بيحب التمرين. اوكي. انا كنت بساعده بان انا اقول له على الجايد لاينز اللي يعملها. طب كده العضله دي هنستهدفها بشكل احسن. طيب تعالى ننزل مع بعض الجيم واشجعك. الكلام ده من 3 سنين مثلا او 4 سنين. يعني احنا عارفين بعض بقالنا 5 أو 6 سنين كمان. اوكي. يعني مخطوبين بقالنا كتير، لكن متجوزين بقالنا داخلين في 6 شهور اهو. فيعني عملت له الفورمه بتاعته وهو ما شاء الله هو بيحافظ لوحده يعني. حتى لو كان بيسمع كلامك أكيد. ويعمل التمارين اللي انت بتاسسيها له او بتوريها له؟ مره اديته برنامج، بس هو كان كنت برنامج عامله له امتحان شهاده يعني. كان جربي فيه؟ لا وهو واثق فيا بصراحه. البرنامج عمل معايا مستوى رهيب يعني. تنصحي البنات بايه؟ انت النهارده نموذج من النماذج اللي بنقدمها في حلقتنا من ست الستات، اللي هي بنت ب 100 راجل، البنت السند. تقولي ايه يا سما النهارده واحنا بنختم الانترفيو ده؟ هو انا حابه اقول بصراحه ان يعني اللي عاوز يعمل حاجه او اللي عاوز يحقق حاجه، مش فكره ان انا اقعد بس اقول انا نفسي واحقد على اللي عنده او اقول اللي عنده كذا اصله محظوظ. لا،
في خطوات، في شغل، في تاسيس كده للحلم ده، اروح اقسمه الاهداف عشان اعرف احققه وامشي وراه، ما اقعدش انا اقول لا كذا حقق عشان محظوظ، لا لا لا، كذا حقق عشان هو تعب. فاحنا عايزين هدف نعمله، احنا نقدر نحقق اي حاجه، بس نخلينا واقعيين، نقسم الحلم ده الهدف ونمشي وراه بالتدريج، وفي الاخر طبعا بكرم ربنا وفضله هيتحقق. سبحان طبعا. سما فؤاد الكوتش الجامده جدا، ما شاء الله، الله اكبر، الناجحه جدا اللي ب 100 راجل، زي ما هو عنوان حلقتنا النهارده في يوم البنت اللي قررته الامم المتحده او خصصته الامم المتحده النهارده 11 اكتوبر. بشكرك يا سما، شكرا جزيلا، ومستنيه انجاز ذاتك الكبيره جدا، ومستنيه الكتاب بتاعك كمان ان شاء الله. تجيلي بنسخه، هجيلك بنسخه منضيه لحضرتك مخصوص. تنوريني وتشرفيني. بشكرك، شكرا جزيلا. فاصل ولسه معانا بنات، ولسه بنقول البنت ب 100 راجل بعد الفاصل. لسه معانا نماذج رائعه، وضيفتنا دلوقتي هي شيف. شيف شاطره جدا، نقدر نقول عليها كمان سوبر مامي. قدرت تعمل كارير شيفت وتنجح فيه، وما تتخلاش عن تحقيق احلامها حتى مع وجود اطفال. تعالوا كده نعرف قصتها ونرحب بيها الشيف الجميله هدير الحنفي. ازيك يا هدير؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. احكي لي حكايتك. أنا مترجمة. دي كانت البداية. من إيه يعني لغتك إيه اللي بترجميها؟ صيني. صيني. واو حلو. فكنت مترجمة لفترة لحد ما اتجوزت، وبعد ما اتجوزت بعد الحمل لقيت إن أنا لما أولد أنا مش هقدر إن أنا أخد بالي من البيبي مع شغل بمواعيد ثابتة بوقت طويل. فبدأت إن أنا أفكر ازاي هعمل ايه بعد الولاده، وهقعد ازاي بالبيبي، وانا طبيعتي ان انا مش بحب الروتين او ان انا ابقى ما بعملش حاجه. أوكي. فالفكره كلها بدات ان انا اعمل وصفات بسيطه واشيرها على النت، واشوف راي صحابي، اعمل اكل لصحابي لقرايبي، ايه رايكم كده. بدات بحاجه بسيطه قوي. بعد كده الفكره اتطورت ان انا اخلي ده بيزنس، فبدات كيترينج بقى. قبل ما ابدا بقى البيزنس كمان قلت لا انا مش هدخل البيزنس كده، فبدات ادرس. بدات ادرس ايه؟ الطهي. الله. ده احنا دايما بنعتمد على النفس. لا هو انا بحب وصفه من هنا وماما تقول كذا، ونفتكر تيتا كانت بتعمل ايه، حاجات كده. انا باخد حاجات كتير كده يعني. لكن انت لا، قوي كمان. انت درستي. انا درست بعد يعني في الاول لما لقيت ان انا شاطره في الطبخ وشغفي، حسيت ان انا لقيته. انا بحب اي حاجه بتتعمل هاند ميد، فببقى مستمتعه وانا بعملها. فقلت لا خلاص ادرس اتعمق شويه وابقى عن خلفيه يعني علميه، وبعدين ابدا البيزنس بتاعي. وفعلا بدات من 2020. من 2020 احنا اهي الوصفات بتاعتك والطبخات بتاعتك بدأت تظهر قدامنا على الشاشة. بدأت من 2020 ان انا اعمل برودكتس. في الاول كنت باخد كام وصفة من كام مطعم، سواء عربي او سواء اجنبي، يعني المطابخ العالمية وكده. بس الموضوع بدأ يتطور معايا ان انا عايزة يبقى عندي مكان، عايزة يبقى عندي انترناشونال كوزين بمكان كبير. ان انا اعرف الناس، كان هدفي من الاول ان انا اغير من ثقافة الناس اللي هي تقليدية، ان احنا الاكل هو نفسه اللي بنكرره. ايوه طول الوقت بنزهق. انت تعملي فينا معروف لو تكتبي لنا منيو بتاع شهر. عارفه اللي هو أنا ايه ده يعني اوحش سؤال الصبح، هناكل ايه النهارده؟ فعلا فعلا انا لما بشوف السؤال ده في اي حد كاتبه، يا جماعه الوصفات مليانه يعني. في اختلاف في الثقافات اصلا يخليك تطلع مليون وصفه. ايوه. فمن هنا جت فكره مشروعي ان انا اعمل انترناشونال كوزين. بعد فتره حبيت اطور البيزنس بتاعي، فاخدت كورسات مع مؤسسه برضو لتاسيس العمل وان انا اكبر البيزنس بتاعي. فادتني جدا في ان انا اعمل ازاي اعمل ماركتنج، وازاي اعمل كوستنج. طبعا تسعري الطبخات او الطبق او الميل الوجبه، سواء هعمل ميل، سواء هعمل كاترينج كامل لبوفيه كامل. ده فادني الكورس ده، فادني كتير جدا، وتخرجت منه وخلصته. وحاليا بدرس برضو دبلوم الطهي. دبلوم الطهي عشان ان شاء الله ابقى سيرتيفايد شيف.
الله. تبقي بقى ممكن تسيبي شغلك الخاص وتبقي في فنادق وحاجات زي كده، ده أيوة. ممكن انت أيوة. تحبي كده اكتر، ولا يبقى عندك ال 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 الطهي خاص، يعني قطاع خاص، ولا تروحي بقى فنادق وحاجات زي كده؟ انا حابه البيزنس بتاعي عشان هو قايم على فكرتي انا. لكن اي مكان بره هو هاخد منه خبره. يعني اي مكان واي شيف هتعلم منه. انت بتموتي في التعليم صح؟ شويه صح. يعني انت انا ملاحظه كده ان كل ما تتزنقي تاخدي كورس، كل ما تتزنقي تروحي تدريب. دي حقيقه، تاخدي شهاده. بحب الدراسه وبحس ان هي بتفرق معايا جدا. طب ما تعملي مدرسه طهي. يا ريت والله. يعني انت لو بس عملتي مدرسه للطهي باشتراك او بحاجه زي كده. أيوة. هبقى اقول لك يعني فكره. أيوة. من الافكار ان انت تعلمي حتى العرايس الجداد ازاي يطبخوا، الستات اللي عندهم باشن للطبيخ. أيوة. طب قولي لي بقى دلوقتي، نقدر نقول انك انت متخصصه في انهي مطبخ؟ يعني انت المطبخ بتاعك انترناشنال، بس اكيد بيبقى اتقانك لحاجه معينه. الاكتر العربي، سواء مصري محاشي او بقى وحاجات زي كده، سوري وايطالي. إيطالي. دول اكتر حاجتين قريبين مني. ايوه، البيكاتا. نجرسكو، يعني الوصفات الايطاليه بتسحرني، بالمعجنات بتاعتهم كمان، بكل حاجه عندهم. بس انت رفيعه ما بتدوقيش يعني ولا ايه؟ لا بدوق والله. انا يعني ممكن غدايا ان انا دقت الوصفات اللي انا بس بعملها، التست اللي انا بعمله طول الوقت. يعني انا بستمتع بصراحه في المطبخ. قولي لي كده دلوقتي، انت اختيارك جه عن حب، عن حب للمطبخ، لكن اكيد المسانده كانت الزوج، لان مش هيسيبك تاخدي بقى تسيبي البيبي وتاخدي الشهادات دي، ما شاء الله، يعني الشهادات دي كلها وتقعدي تطبخي. طبعا هو المستفيد الاول، لان هو الاول يعني، لان هو اللي هياكل فعلا. لكن اكيد برضو في مسانده، هل دخل معاكي بقى شركك؟ هل يعني قولي لي كده عمل معاكي ايه؟ هو بيشجعني قوي، وهو يعني اول واحد قال لي ان انا احاول الوصفات اللي انا بعملها اونلاين دي ان هي تبقى بزنس. هي كانت فكرته من الاول، بس فكره ان هو بيساعدني، هو طول الوقت متابع الترند. فهو عنده، انا طبعا مع البنات يعني محتاسه طول الوقت، فمش بلاقي وقت ان انا افضل اقعد على النت كتير. ممكن استنى بناتك قصدك؟ بناتي. اوكي، عندك بنوتين؟ عندي بنوتين. ربنا يحفظك. ربنا يخليك. بيساعدوكي؟ الكبيره بتساعدني، هي الصغيره لسه بقت صغيرة. كام سنه الكبيره؟ 5 سنين. ما شاء الله. وبتلاقي لها حاجه تساعدك فيها؟ يعني الحاجات البسيطه، قلبي معايا نعمل ميكس الكب كيك، نعمل الحاجات اللي هي بتحبها بخليها تشاركني فيها. وهي مبسوطه بده يعني. طبعا السن ده عايز يعجن عجينه البيتزا دي على طول بقى معانا على الترابيزات. طبعا. غير كده أكيد في بيبقى عراقيل، يعني الدنيا مش وردي طول الوقت، كل حد فينا في الكارير بتاعه بيجيله عراقيل، بيتكعبل شوية. أيوة. قولي لي إيه نوع الكعبلة اللي قابلتك؟ وهل في لحظة من اللحظات كده مع أي كعبلة من دول قلتي لأ خلاص مش لعبة؟ كتير. وتغلبتي على النقطة دي إزاي؟ أنا كانت مشكلتي أو الصعوبة اللي بتواجهني في بداية الكارير بتاعي إن الوقت والطاقة. مع وجود أطفال هو مفيش وقت ومفيش طاقة. فكنت بحارب عشان ألاقي ساعة أو ساعتين أجرب فيهم وصفة جديدة. عشان أنزل أعرف أخد كورس. يعني بصراحة يعني أهلي شالوني كتير قوي بقى. طبعا طبعا هم ساعدوني قوي، كانوا بياخدوا الأولاد مني ويخلوهم عندهم لحد ما أخلص اللي ورايا، مامتي بيجيلي تفضل مهتمة بيهم. فبصراحة كل ده هم اللي ساعدوني فيه. لكن الفكرة ان انا اتغلب عليها، ان انا طول الوقت يعني حابة ان انا اسعى ان انا اعمل اللي عليا. بس هو ده الطريقة. مفيش يعني يأس. توفيق ربنا. طبعا يعني بيجي لي فترات احباط كتير جدا. لكن بتعدي من فوقيها. يعني بناخدها كده ونعديها ويلا هنكمل تاني. ربنا يوفقك وينجحك. طاقة إيجابية كده وإصرار الشيف الجميلة جدا هدير الحنفي السوبر مامي. بشكرك شكرا جزيلا انك انت كنت معانا النهاردة في ست الستات. نماذج أكتر من رائعة بنفتخر بيها وسعداء جدا جدا بيها. ليه بنقدم النماذج دي؟ وانت قاعدة في البيت وتشوفي هدير وتشوفي الفقرة اللي فاتت مع سما، دول نماذج. احنا عايزينك تبقي تاخدي القدوة وتبدأي حاجة انت حباها، ما تعتمديش على حد، مالكيش الا نفسك. حتى لو 1000 حد بيساندك، نفسك هي اللي هتخليكي تنجحي وانك انت تاخدي الخطوات دي. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا في ست الستات، خليكم معانا.
ناس كتير جدا بتبقى عايزه تخس بس مش بتبقى عارفه تبدا ازاي ومنين وتعمل ايه. في شخص بيتبع نظام اللي هو الحرمان، يقفل بقه تماما، يحرم نفسه من الاكل وما بيوصلش برضو، عايزه اقول لحضراتكم، للنتيجه اللي هو عاوزها. وفي شخص يقول انا هاكل كل اللي انا عاوزه وهلعب رياضه، هموت نفسي رياضه، وبرضو بيفاجئ ان هو ما وصلش للوزن المثالي. عادات خاطئه وانظمه كتير بنتبعها وما بنبقاش عارفين نتيجتها او اضرارها. عشان كده فقرتنا دلوقتي هنحاول نعرف فيها ازاي نخس ونوصل للوزن المثالي كمان بطريقه صحيه تماما، مع ضيفنا اللي منورنا دكتور محمد تركي المدرس بكليه الصيدله. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا بيك. عامل ايه؟ منوره الدنيا كلها. الله يخليك يا دكتور، منورنا. شكرا ليك. وقبل ما نطلع الهوا كنت بقول لحضرتك احنا ما بننامش ونصحى نلاقي نفسنا تخان. دي حقيقة. او ان احنا عندنا سمنه مرضيه. بصي، السمنه المرض الوحيد اللي زي ما حضرتك قلتي برضو قبل الهوا، يعني احنا ايه الحاجه الوحيده اللي بيبقى فيها انديكيشنز او مؤشرات، مقدمات كتير، يعني ممكن اغلبيه الامراض او كتير من الامراض يعني ممكن تيجي فجاه. صح. يعني ممكن تفاجئ انك لقيتك بقى عندك السكر، هو اي نعم بيكون بروجريسيف او يعني برضو ليه مقدمات، ولكن انت ممكن ما تحسيش بيها، انما السمنه لازم هتحسي بيها. بمعنى ايه؟ انت بتبقي مثلا سايز معين، او انا اي حد يعني الجينز بيكشف على طول بالظبط كده. أيوة. بتلاقي نفسك بتزيدي. مشكلتنا ان احنا ايه بنقول ده كام كيلو وخلاص. صح. كام كيلو على كام كيلو بنلاقي نفسنا دخلنا في دوامه الجسم اللي مش حلو. طب دخلنا في دوامه الجسم اللي مش حلو بنقول ايه؟ ده جسم مش حلو واديني بلبس الاوسع وخلاص. شويه كمان بندخل في الامراض بقى. بندخل ان الكيلوات الزياده دي اللي عملت لي الاول جسم مش حلو عملت لي بعديها امراض بقى. صح. امراض سكر، امراض ضغط، امراض مفاصل، امراض اورده. بصي أغلبية الأمراض لو جيتي أي دكتور، شوفي أنا بقول لك أهو، واسألي أي دكتور. صح. أغلبية. صح. الأمراض ممكن تقي نفسك منها. لو أنت مش أوفر ويت. صح. يعني انت وتشفى كمان منها، وطبعا انك ممكن تخف منها، بس انا قصدي ما تجيلكش اصلا. يعني دايما احنا حتى في صيدله يقول لك ايه الوقايه طبعا خير من العلاج. دايما انا بقول احمي نفسي من المرض احسن ما يجيلي واخف منه. 99% من الامراض، انا عايز اقول لك بمعنى الكلمه، حتى امراض المفاصل تحمي نفسك منها ازاي؟ صح. ان انت وزنك ما يبقاش ما تحملش على ركبك، ما تحملش على الغضاريف، ما تحملش على ظهرك، على رقبتك. الكوليسترول اللي في الدم، السكر الزياده اللي في الدم، الضغط لما بيرتفع، كل الحاجات دي بتيجي من الزياده في السمن. صحيح. في عادات خاطئه كتير زي ما حضرتك قلتي بتوصلنا لده. يعني طبعا دي عايزه لها حلقه كامله، بس طبعاً احنا ممكن نقول كلمتين ثلاثه كده بس للمشاهدين يحطوهم في اعتبارهم عشان بتفرق جدا. اولها واهمها، شرب الميه. ناس كتير جدا بتهمل شرب الميه، ما بتشربش ميه الا لما تعطش. صح. انا عايز اقول لك في الشتاء بقى اللي احنا داخلين عليه، الشتاء اللي داخل عليه ده مش هيبقى، بصي مش هيشرب ميه اصلا. انا عايز اقول لك ان يعني انديكيشن انك تبقى عطشان ده، او انك تحس انك عطشان، دي مصيبه. انت عارفه جسمك بيستغيث، محتاج ميه باي يعني طريقه، معناها انه وصل لمرحله بالظبط من نقصان الميه. يعني مرحله جامده جدا. بلاش التدخين، العاده السلبيه اللي كلنا اغلبيه الناس بتقع فيها، بلاش التدخين. الاكل والنوم على طول. ايوه. هتقول لي ايه ده، هو لو اكلت لا، كل في اي وقت مفيش مشكله، بس ادي لنفسك حتى ان شاء الله ساعه بعد الاكل، ساعه ساعه ونص، تريح معدتك ويبقى الهضم فيها سليم. صح. وبعد كده نام زي ما انت عايز. لما تاكل وتنام على طول الجسم ما بيلحقش يحرق بالصوره الطبيعيه. اي نعم وانت نايم بيحرق ولكن بصور اقل. طب سيبك من كل ده. فكره اللي حضرتك قلتيها اللي هي الانظمه والحرمان انا شايف ان ده عاده خاطئه، ده غلط. ليه؟ لان تعددت الانظمه، انا دايما بقولها تعددت الانظمه والفشل واحد، اللي هو ايه؟ اللي انا ما بعرفش اكمل على النظام. صح. الحرمان ان انت كل مش عارف 5 جرام رز على 10 جرام بطاطس ماشي مسلوقه، ماشي بكالكليتر، ماشي بكالكليتر تحسب سعرات الحاجات ديت. مفيش بني ادم بيقدر يستحمل انظمه زي دي لانها انظمه قاسيه جدا. طب الحل ايه؟ دايما انا بقول اورجانيكا بتفكر بره الصندوق. بنفكر في حاجه يعني ترضي اللي بيعاني من مشكله ان هو بيحب الاكل وعايز ياكل، لان احنا مش هينفع نحرمه منها، وتنقذه من المعاناه تجارب دي، بس بطريقه بره الصندوق. ليه بره الصندوق؟ لان اللي في الصندوق العادي خد ادويه، الادويه دي كيميكالز هتخسسك. طب الادويه دي ليها اعراض جانبيه، انا كصيدلي بقول لك انزلي اي صيدليه جيبي الادويه بتاعت التخسيس هتلاقي كلها اعراض جانبيه. ليه؟ لانها بتخاطب او بتدايركت كده على المخ، ملهاش علاقه بالمعده، ملهاش علاقه بالايه؟ بالاستومك نفسه. طيب الياف اورجانيكا او الياف سوتي قدمت ايه او بتقدم ايه؟ ايه بره الصندوق اللي بنراهن عليه؟ احنا بنراهن على حاجه ثانيه خالص، الا وهي الشبع على مستوى اليوم كله. يعني ايه؟ يعني انت تبقى حاسس انك شبعان
مفيش اي مشكله، بس بطريقه طبيعيه، عن طريق انك بتاخد باكت واحد بس قبل الغداء، باكت قبل العشاء، وتشرب بعديها كوبايتين ثلاثه ميه. ليه الميه؟ هنعرف دلوقتي، انا دايما بعملها بتجربه اوريها للمشاهدين، ولكن انا لما احس ان انا شبعان على مستوى اليوم كله ال 24 ساعه هيبقى عندي رفاهيه الاكل، اختيار رفاهيه اختيار إيه؟ الاكل وده مهم. طبق سلطه يمتعني، بلاش طبق سلطه لو انا شبعان. ده انا عايز اقول لك على حاجه، انت شبعانه نفسك في حته حاجه حلويات فيها سكر اهي، هتاكلي بس أقدر؟ ايه تقدري تاكلي اي حاجه. ما انا بقول لك بقى ايه كده، حلينا مشكله الحرمان بس والانظمه. بسبوسه بقى، هريسه، يعني عيش حياتك في الاكل زي ما انت عايز، ولكن انت هتلاقي نفسك بتقلل جدا في السعرات الحراريه اللي داخله، من غير ولا كالكوليتر، ومن غير ولا تحسب، ومن غير ولا 5 جرام ولا 10، لا كل طبيعي، ولكن هتلاقي نفسك بتقلل جدا في السعرات اللي داخله جوه جسمك. ليه؟ ببساطه لانك شبعان على مستوى اليوم كله. طب ده هيؤدي الى ايه بقى؟ ده هيؤدي الى النزول في الوزن، الرهان بقى اللي بنتكلم فيه بقى ايه؟ من 6 ل 10 كيلو يا جماعه في اليوم الواحد. هنشوف فيديو. سوري في الشهر، سوري في الشهر، عشان في الشهر، في الشهر، لا في الشهر طبعا الواحد بالظبط. دكتور ممكن توصف لي على الفيديو اللي هنشوفه قدامنا ده؟ بصي انا دايما بقول ان السعرات الحراريه هي المشكله اللي بتخلينا نزيد في الوزن. طبعا. حتى لو من اكل صحي، حتى لو من تفاح زبادي، اي حاجه فيها سعرات حراريه لو اكلت منها كتير عمرك ما هتخس. مش هقول لك هتزيد في الوزن، بس عمرك ما هتخس. طب احنا عايزين نخس، احنا عايزين ال 100 كيلو دول ننزل 20 30 كيلو. الياف صوتي هتنزل المعده، هاكلها، هوريكم دلوقتي بنستخدمها ازاي. هتنزل المعده، اول ما تنزل المعده هشرب كوبايتين او 3 كوبايات ميه. هيحصل ايه بقى؟ الالياف دي هتمتص الميه، بتحب الميه، هتمتص الميه، هتديني احساس بالشبع والامتلاء حقيقي مش وهمي، ملوش علاقه بالمخ بقى خلاص. أوكي. دي المعده فعلا اللي مليان، مش بس كده اكلت وجبه كبيره، كأنك أكلت وجبة كبيرة بس بدون سعرات حراريه. أوكي. بدون سعرات حراريه وهو المطلوب، وهو ده المطلوب. مش بس كده، زي ما احنا شايفين كده او شفنا الترس بتاع الميتابوليزم او اللي هو بيسوي الحرق، الايض ده اللي هو الميتابوليزم بتاع جسمك هيبدا يزيد. وبرضه هوريكي في تجربه ازاي فكره ان الميتابوليزم بتاع الجسم او الحرق بتاع الجسم بيزيد. هنا كده بضرب عصفورين بحجر. ليه؟ بخلي الجسم هو اللي يتخلص يا جماعه من الايه، الوزن الزياده، بطبيعته زي ما ربنا خلقه بالظبط. هتقولي طب دي فايدتها ايه؟ فايدتها مهمه جدا في حاجتين. اول حاجه انك لو وقفت الالياف في اي وقت عمر ما يرجع لك الوزن الزياده. خلاص بقى، ما الجسم هو اللي بيحرق. صح. تاني حاجه ان انا لو اديتك حاجه من بره هي اللي تحرق لك الحاجه دي، هي لو وقفتها في اي لحظه لا جسمك هيعتمد عليها، جسمك خلاص هيكون خلاص اعتمد عليها. انت كده لو وقفتها هتكون وقفت الحرق في جسمك. هنا الياف صوتي بتشتغل بطريقه مختلفه تماما، زي ما شفنا بتملى المعده، بتعمل سبونج في المعده، خلاص مليت لي المعده. الجسم بيبدا محتاج طاقه، ما هو طبيعي عايز طاقه، عايز سعرات حراريه، يعمل ايه؟ يدور في الايه زي ما بنقول كده، في المخزون، في المخزون اللي عنده. يبدا يطلع من القديم اللي عنده دهون بقى وكربوهيدرات، من اي سمنه كمان موضعيه، من أي حتى السمنه الموضعيه. انا عايز اقول لك ان السمنه الموضعيه ديت هي مشكله كبيره الياف صوتي بتترجتها. انا دايما بقول اشكال يا جماعه السمنه الموضعيه، يمكن معانا صوره كده لاشكال الحتت اللي يعني بيتجمع فيها او بتبقى ايه جاذبه للدهون بالظبط، المخزن. بصي انت جسمك مين في دول؟ هتلاقي نفسك لو انت عندك سنه طبعا لو عندك سنه هتلاقي نفسك حد منه بالظبط، يا اما سنترال اوبيزيتي ابر او لور، يا اما في الرجلين، في الفخذ، في الارداف، في الجناب، في الايدين. انا عايز اقول لك يعني الاصفر ده هو الدهون بالظبط. طيب مخزن. طيب حلو قوي. انا لما يعني اتارجت الكلام دوت هبدا انزل بطريقه بشيب زي ما بنقول او بشكل جمالي للجسم، مش بس ان انا بخس، لا ده انا بخس بشكل حلو للجسم. دكتور ايه رايك تعمل لنا اول تجربه اللي هي بقى هتقول لنا ازاي هيشتغل صوتي في معدتي؟ بصي احنا شفناها على على التلفزيون دلوقتي، ان احنا بتنزل المعده بشرب كوبايتين او ثلاثه ميه، بتنفش، بتسد لي المعده. طيب انا هعمل لك التجربه وبالمره. شوفي ناس كتير بتقول لي هو كبسول يا دكتور، هو يعني ايوه دايما إيه دايما الناس بتسال ايه هو كبسول؟ لا هو باودر يا جماعه. الكبسولز او الحاجات دي كلها حاجات كيميكال، كلها حاجات مصنعه كيميائيه خلاص. اما الياف صوتي فهي طبيعيه زي ما بنقول كده 100%، وطبعا هي مصرحه من وزاره الصحه، ودي حاجه مهمه طبعاً جدا، ده اهم حاجه ان انا ابقى عارف انها مصرحه من وزاره الصحه. طيب طريقه تحضيرها برضو عشان الناس تبقى عارفه، انا على نص كوبايه ميه، احنا شايفه، انت شايفه الميه اهي، وحطيت عليها الباودر. اوكي. ايه اللي بيحصل بقى في جسمي؟ انا طريقه تحضيرها ان انا بقلبها كده وببدا اكلها وخلاص، واشرب بعديها زي ما نقول كوبايتين او ثلاثه ميه. طب ايه اللي بيحصل في جسمي عشان برضو الناس تبقى فاهمه؟ الجسم او المعده هشبهها بالايه؟ بالكوبايه دي اللي انا اكلت فيها، اللي انا حطيت فيها الالياف. المعده هي اللي بتعمل اللي انا بعمله ده دلوقتي، بتقلب، بتقعد تقلب اي اكل
سواء بقى الياف او غير الياف. طيب هي لما هتقلب الالياف وانا قلت بشرب بعديها كوبايتين ميه او ثلاثه ميه، هنلاقي ايه؟ بصي الميه كلها اتشفطت. اتشفطت فين بقى؟ الالياف بالظبط كده، ومش قادر اقلب خلاص، المعده خلاص مش قادره. ايوه تقلب بقى بلك. بصي انا عايز اقول لك مش عارف اطلعه. ايه ده؟ هو ده اللي بيحصل جوه معدتنا يا جماعه. ده ما بيقعش من الحجم. لا بص ولا هيقع من الكوبايه. طب معلش يعني ده يقعد في معدتي مده قد ايه؟ يقعد ده مده قد ايه؟ هي دي بقى الفكره اللي احنا بنتكلم فيها دايما. اي الياف، اي الياف عامه بتفضل فتره طويله. فما بالك بقى لو هي الياف طبيعيه و17 جرام من الالياف الطبيعيه. مش كميه بقى 5 جرام و10 جرام، ده كتير على فكره. طبعا 17 رقم حلو جدا. رقم مناسب جدا. هي منظمه الغذاء والدواء بتنصح ب 24 ل 30 جرام يوميا. اوكي احنا هنا الباكت الواحد فيه 17 جرام من الالياف الطبيعيه. 14 34 تقدر تخليك قاعد ال 20 ساعه اللي انت قاعدهم في اليوم. طبعا انت هتنام، طبعا هتنام جزء من مقفوله معدتك خلاص اتقفل. ولو لاحظتي هتلاقي الكوبايه نفسها بتطلع بيطلع. لو زودت لها ميه هتبدا تمتص الميه دي وتزيد في حجمها. وبكده ابقى حققت ان انا ايه مش عايز اكل. طيب نفسي جات لي بقى يعني عايز اكل ادوق اي حاجه. دوق اي حاجه. يبقى هنا مفيش نظام بقى، مفيش حرمان، مفيش نظام الحرمان ده. اي حاجه صغيره عمرها ما هتتخن، حتى لو كان زي ما حضرتك قلت الناس تبقى فاهمه حلويات. هقول لك حاجه حلوه، الناس تبقى فاهمه بتخن ازاي. بتخن يا جماعه لو باخد سعرات حراريه اكتر من اللي جسمي محتاجها. صح. باي صوره، باي سعرات حراريه. يعني لو بتاكلي تفاح دي حاجه مفيده. بس اكلتي لك 20 30 تفاحه اعلى من السعرات الحراريه اللي جسمك عايزه هتتخني. يبقى اذا هي عمليه سعرات حراريه. بالظبط. هنا انا بقى اكلت حته شوكليت، اكلت حته وات ايفر ايه، محشي، اي حاجه. بس هيبقى فيها سعرات حراريه ايه؟ 100 سعر حراري، 200 سعر حراري، ولا يعملوا لي اي حاجه. بالظبط. عمري ما لما غير لان لما جسمك محتاج 10 10 قطع من الحاجه المميه. من الحاجه المميه بالظبط كده. اخدتي حاجه صغيره، انت جسمك محتاج 2000 سعر حراري في اليوم، عمرك ما تتخن. بالعكس الجسم بيبدا يعمل زي ما بيقول كده يحرق، فياخد من القديم ويخلصني منه. 3 كيلو في اول اسبوع. ودي حاجه مهمه جدا. انا دايما براهن عليه. هخس قد ايه بالظبط؟ انا براهن دايما على دي الجامب ستارت، 3 كيلو في اول اسبوع او في اول 10 ايام. وفريق المتابعه بقى دي حاجه برده مهمه جدا، بيتابع معاك بعد 10 ايام تلاقي حد بيكلمك، نزلنا 3 كيلو ولا لا، نزلنا 2 كيلو ولا لا. في اول 10 ايام بوصل في الشهر من 6 ل 10 كيلو. في ناس عملت ارقام اعلى. انا عايز اقول لك في ناس عملت 12 و15 كيلو في الشهر. ده حسب بقى الحرق ده بتاعها. حسب حاجات كتير. ولكن انا عايز اقول لك ان 6 كيلو بس انا موافق. 6 كيلو من الدهون، وبتزاد دهون. لان دي مهمه. يعني ايه ده؟ يعني هيروح للدهون بالتارجت. ده اللي انا كنت جاي لك بقى فيه في الكلام التاني وفي التجربه التانيه، الا وهي ايه؟ الدهون. طب قبل ما نروح للدهون دكتور تركي، ممكن يعني نقول للناس تاني ان المنتج بتاعنا سوتي مرخص من وزاره الصحه. مصرح من وزاره الصحه طبعا. ده الضمان. عشان احنا دايما بنقول كده، اهو التصريح قدامنا على الشاشه كمان جدا. بزياده التاكيد. لان اي حد بيبقى عايز يستخدم اي حاجه لازم يبقى يعني ضامن الكلام. وانا بنصح اصلا وبحذر من حاجات مجهوله المصدر. طبعا الحاجات اللي بيقولوا على بير السلم لا، نبقى عارفين احنا بناخد ايه. اولا طبيعي 100%، طعمه كويس جدا ومصرح من وزاره الصحه، وحاصل كمان على شهاده الايزو في جوده التصنيع. مش بس يعني جوده تصنيع المنتج، بيبقى ليها قياسات عالميه. بتبقى كواليتي كنترول، حاجه اسمها كواليتي كنترول او رقابه جوده على طبعًا. المنتج دوت والايزو 9000 طبعا، ده عشان انها مصنعه طبقا للقياسات العالميه في تصنيع اي منتج. جميل. نبدا تجربه الدهون. انا عايز بس قبل ما نبدا تجربه الدهون اقول ان الدهون يعني انا معايا دايما صوره للدهون. عايز بس نشوفها. أيوة. عشان اعرف ان انا لو خسيت الستة كيلو. بصي دول 2 كيلو دهون. اوكي وماشي. ودول 2 كيلو لحمه. بصي فرق الحجم قد ايه. خلاص طبعا. الناس فاهمه ان الدهون حجمها اكبر. بس انا عايز انا ليه يعني عايز اشوف الصوره دي بالذات. أيوة. عشان اقول لو خسيت من الصوره دي من الدهون دي 6 كيلو او 7 كيلو اللي هم اقل حاجه. حجم كبير جدا. حجم كبير جدا قوي. يفرق جدا جدا كم جدا. مقاس. كم ممكن مقاس مقاسين. مقاسين وثلاث. يعني ممكن بنزل بالمقاسين والثلاث بس عشان تركد يعني او استهدفت الدهون دي. تخيلي 6 كيلو من الشكل الاصفر دوت بيقلوا من جسمي. طبعا. تخيلي بقى لو مشيت عليها شهرين ثلاثه. لا الحد هتختفي. هتبقي حد تاني خالص. يعني ممكن تنزلي لك بال 30 كيلو دهون. ودي حاجه مهمه جدا. طب ازاي بنزل دهون؟ برضو مهمه الناس تبقى عارفه ازاي بيشتغل على الدهون. عشان في ناس تقول لي هو حوارق دهون. لا هو ما بيحرقش الدهون. طب بيعمل ايه؟ تعالي كده اوريكي. انا دايما بقول الدهون عامة او المصادر الدهنية بتبقى من الزيت، من السمنة، من السكر، من طيب. العيش، الحاجات دي كلها. طيب هفرغ شوية كده من الزيت على ايه؟ على مية. وانا قلت الجرعة بتاعت الياف سوتي دايما باكت قبل الغداء وباكت ايه؟ قبل العشاء. فانا هعمل ايه بقى؟ هحط الياف سوتي او هنحط الالياف على الطبقة الدهنية دي.
بصي انا هحطها عليك. يعني كاني واكله دهون او في جسمي. كاني أكل او الدهون موجوده اصلا في جسمك. موجوده اصلا. بالظبط كده. طيب الياف سوتي لما هتقابل الدهون هتعمل ايه؟ هل هتحرقها؟ لا، هتعمل حاجه احسن من انها تحرقها. ليه؟ لان قلنا ان حوارق الدهون يا جماعه بتاثر على القلب، بتاثر على المخ طبعاً. الحاله العصبيه بتدمر الجسم، السنترال نيرفز بيتدمر. دق في الراس، ضربات قلب سريعه، ارق، دي كل دي حوارق الدهون. ما بنصحش بيها نهائي، اي حد بياخد حوارق دهون، حوارق للماده الدهنيه اللي في جسمه يوقفها، مش كويسه. خلاص؟ طيب، هنا بقى هتقدم لي ايه الياف سوتي؟ اللي احنا زي ما بنقول بنفكر بره الصندوق على ان انا اتخلص من الدهون. هنلاقي انها بدات تكسر، بصي اول ما هتشوف دهون بتكسر في الجدار بتاع الدهون ده، بصي شكلها عامل ازاي؟ وهي ماسكاه الدهون وهتبدا تنزل. اخدتها امتصت اللي تقدر تمتصه من الدهون، خلاص ونزلت. مش بس كده، كسرت لي طبقه الدهون دي. مع الاستخدام يوم بعد يوم يوم بعد يوم هنلاقي طبقه الدهون دي بقت ضعيفه جدا. يحصل ايه بقى؟ احنا اتفقنا ان الياف سوتي بتشبعك. صح. والجسم محتاج ايه؟ طاقه. طبعا. صح. هيجيب الطاقه بتاعته منين؟ من المخزون. المخزون ده اللي هو ايه بقى؟ ارداف، دراعات، الدهون اللي في الحتت دي، كل ده بس دهون متكسره، دهون ضعيفه. فالجسم تبقى سهله عليه قوي يحرقها ويتخلص منها. يبقى انا كده خليت مين اللي يحرق؟ الجسم. وخليته يحرق ايه؟ دهون. الدهون. وخليته يخس قد ايه؟ 10 كيلو. طبعا. هي دي بقى الفكره الجديده اللي احنا بنتكلم. ده ما فيش الطبقه الصفراء اللي كانت صفراء، بصي هتلاقيها فتحت حتى اللون بتاعها فتح. ليه؟ دي مسكت خلاص في الالياف. الالياف امتصتها وكسرت الباقي منها. يروح فين؟ مع بقى التويلت عادي خالص، ادخل الحمام مع الاخراج يطلع عادي جدا. مع طبعا الحرق، لو جسمي بيحرق مش شغال الطبيعي بتاعه فهيلاقيها طبقه متكسره يحرقها تديني طاقه وتطلع خلاص. ما بقتش صعبه، ما بقتش صعب على الجسم طبعا، لان احنا دايما بنقول ان الدهون هي اكتر حاجه عنيده. صحيح. الجسم ما بيعرفش يحرقها. احنا هنا بقى بنكسرها له وبنخليها لك حاجه سهله الجسم يتخلص منها. نشوف الصور كده قبل وبعد ونشوف الناس قد ايه وازاي حياتها اتغيرت بعد سوتي. اتفضل يا دكتور. دايما انا بقول النتائج، يعني دايما بقول ذاكر هتنجح. لازم يبقى في نتيجه. صح. يعني النتيجه دي هي اللي بتكلل مجهود اي شخص. لما انت بتشوفي ان حد نزل 20 كيلو مثلا، 25 كيلو في استخدام شهر شهر ونص، بنبهر طبعا، لانك بتلاقي بصي الشخص بقى حد تاني طبعا. يعني تحسي ان هو بقى حد تاني، نزل بالمقاسين والتلاته، بقى سن تاني، سن، وحتى بصي لبسه يعني نفسه. انا مش عايز اقول لك كمان، انا عايز ابقى اعمل لك حلقه عن الامراض اللي ممكن بتيجي او بتعالجي نفسك منها لما بتخسي طبعا. يعني طبعا. يعني بتعالجي نفسك. في ناس كتير كان عندها امراض على الركب، يعني يمكن كان معانا حاله كمان. يعني بصي دي برضو الاستاذ برضو الفرق في اللبس، فرق في كل حاجه، كانوا يقولوا لي بنلبس واسع عشان ما يبانش طبعا، عشان ما يبانش ايه الوزن بالداري. انا عايز اقول لك ان في حاله معانا، يعني هي سيده وكانتش بتعرف تتحرك، ما كانتش بتعرف اصلا يعني تتحرك، هي سيده كبيره وما بتتحركش من كتر ما ركبها بتوجعها. انت عارفه طبعا السيدات الكبار. لما خست في الوزن، لما نزلت 20 كيلو و23 كيلو، بدات تقف وبدات تتحرك في البيت. طبعا. ليه؟ لان الوزن خف من على رجليها، الوزن خف من على الركبه. بص حضرتك يعني هي ما هي دي كانت دايما تقول لنا ايه؟ انا دايما قاعده مش قادره اهي، عشان في اول صوره قاعده مش قادره، ما تقدرش تقف بالوزن ليه؟ ده ما هو في حمل تقيل على ايه؟ على ركبها. لما خفت الحمل دوت من غير بقى ولا اي حاجه بالعقل والمنطق، انت لما تخفي الحمل على اي حاجه هتبقى كويسه. صحيح. وهو هو ده المهم. ياه. بصي برضو الفرق، بصي البطن، منطقه البطن. ياه. يعني شايفه الفرق، البطن، الوسط، الجناب، الحاجات ومع دي. ومع التقليل كل ده، فقدان الوزن برضو يعني بتاكل اللي هي نفسها فيه. ما هو ده المهم عشان ما تحرمكش. ما هي عمرها ما هتقدر تمشي شهر ولا شهرين ولا ثلاثه ممنوع من الاكل. صح. ما هو الاكل برضو حلو، هيجي لها لحظه وهتزهق طبعا. وعلى فكره ما بتطورش يعني شهر شهرين ثلاثه، دي ما حدش بيعمل كده، بيقعدوا كل اللي بيعمل دايت بيستنى اللي المفروض الوجبه الفري بياخدها يوم. بياخدها يوم ايه ده؟ بياخدها اسبوع. ده احنا عندنا بناخدها اسبوع. اسبوع فري. اسبوع. لا طبعا. طب وليه بقى ما احنا مخلينا فري على طول؟ بس بنقلل الكميات، نجبرك انك تقلل الكميات. ده صغير في السن يا دكتور. ده بصي ده 23 كيلو، نزل 23 كيلو في شهر و10 ايام. ده كان رقم، يعني رقم رائع رائع رائع. حياته يختلف تماما طبعا. طبعا طبعا. كان يقول لي حتى يعني يقول لي يعني دايما في المتابعه دايما هي اللي بتجيب لنا الكلام ده لانهم بيتابعوه. يقول لهم بقى ايه؟ تسمعي بقى الكلام ان هو ده انا ما كنتش عارف اشتغل. ده انا كنتش عارف، في ناس ما كنتش عارف العب مع اولادي، ده انا كنت بنهج وانا طالع السلم. الحاجات دي كلها بتتغير لما الوزن يقل. صح.
صحيح. وانا بنصح اي حد سواء في اي يعني في اي حاجه انك لازم وزنك ما يكونش زايد. صحيح. عشان ده هياثر بالسلب على كل حاجه في حياتك. ممكن تقول لي عروض خاصه بست الستات قبل ما نرد على ام محمد؟ معلش يا ام محمد استنينا ثانيه. طيب احنا هنقول الاول 50%. أيوة. بس نقول كلمه السعر ست الستات. زياده بقى عليها بقى عشان ست الستات بقى تكمل. أيوة. يعني الاوفر يكمل. هنقول انك لو خدت شهرين هتاخد نص شهر هديه معاهم. هديه بقى فور فري خالص. فور فري. لو اخدت شهرين، الشهر بيبقى مكون من 4 عبوات. لو اخدت شهرين يعني 8 عبوات. هتاخد عليه نص شهر يعني عبوتين هديه. وتقولوا ست الستات. بس نقول ست الستات عشان ناخد العرضين. يا الله يا ريت. طيب ام محمد مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. معاكي دكتور محمد تركي، اتفضلي. قولي لي خسيتي قد ايه على طول؟ كام في قد ايه؟ اول حاجه انا كان وزني مش زايد بالطريقه اللي هي يعني كتيره جدا، بس ايه كويس. كان فيه اماكن وحشه جدا في دراعاتي، يعني كانت مضايقاني جدا، وكنت بقول اكيد لا مش هتخس خالص. دهون متراكمه في دراعاتك صح؟ دهون في دراعاتي. فلما كنت دايما اشوف منتجات، والله العظيم جبت منتجات كتيره جدا من على التلفزيون، بس والله العظيم كانت بتعمل لي هبوط وضغط عالي وكل حاجه. مع احترامي لكل الدكاتره اللي بيصنعوا وبيعملوا الحاجات دي، بس فعلا كانت بتاثر معايا جدا. بس لما استخدمت صوتي صراحه يعني فرق معايا كتير كتير جدا. فرق في قد ايه؟ ونزلتي قد ايه بقى يا ام محمد؟ انا نزلت 7 كيلو في 20 يوم. ما شاء الله. حلو قوي. طب والدراعات والحاجات دي بدات تظبط؟ بالظبط كده، والدراعات ابتدت اصلا تظبط كده، حسيت ان انا كاني يعني بلعبي رياضه. والله كاني بلعب رياضه، وانا طبعا جسمي ما بلعبش رياضه ولا اي حاجه يعني، بس والله فرق معايا كتير جدا فعلا. طب قولي لي حسيتي باي اعراض؟ اتحرمتي من اي حاجه؟ احكي لي احكي لي كده. خالص لا خالص والله والله العظيم، ده حتى اضاف لي يعني ما اثرش على صحتي ولا اي حاجه، ده اضاف لي. ده انا كنت وشي شاحب كده، وتحس ان انا يعني بص مش لوني الطبيعي، حاسه ان انا دايما مرهقه كده وعايزه انام تعبانه. بس بعد ما خدت صوتي والله العظيم فرق معايا، وفعلا انا قلت كده للاستاذه المحترمه اللي بتتابع معايا وفرقت بالاستاذه نوحة، يعني بحييها من خلال برنامج حضراتكم، والله استاذه محترمه جدا جدا جدا. لو طلبتها في اي وقت ما تتاخرش ترد عليكي. والله ترد عليا يعني كل المعلومات المفيده، وكل احترام وكل التقدير والله العظيم. يعني جميل والله، عايزه اشكر الدكتور الاستاذ. بقول لك ايه بقى الاوردر الجاي بتاعك؟ تقولي ست الستات هتاخدي استني دكتور محمد تركي هيقول لنا عرضين 50%. ايوه. ولو اخدتي شهرين هتاخدي عليهم نص شهر هديه كمان. تمام. انا فعلا والله العظيم انا طلبته تاني لسه النهارده طالباه. كويس. لان فعلا انا اول مره برضه زي ما بقول لحضرتك ان انا ما بطلبش اي حاجه وابقى اطلع مش ندمانه الا المنتج ده. جميل. طلبت مرة وخلصته، وطلبت مرة تاني والله. ما شاء الله عليك يا أم محمد، يا رب بإذن الله توصلي للنتيجة اللي أنت عايزاها. مين؟ طيب معناش تليفون، بس معانا الريفيوز بتاعت الناس اللي أخدت بالفعل صوتي واستخدمته، ونشوف كده يا دكتور يعني إزاي بتتعاملوا معاهم، وصلوا لإيه من النتائج. اهو المنتج تحفه، انا ما بقاش نفسي اكل عيش ورز زي الاول، مع اني ما كنتش منتظمه قوي، بس الفرق واضح. كل اللي حواليا قالوا لي ان انا خسيت او خسيت يعني، وانا ما صدقتش لحد ما بلبس هدوم الخروج لقيت البنطلون وسع وكل الهدوم، وكنت فرحانه قوي. في ناس كتير وحبيت اشارككم. عارفه في ناس أشكركم. كتير اشكركم. في ناس كتير بتقول لنا على فكره ان انا ما بقيسش وزن. بس اللي بيبان الفرق ده في اللبس طبعًا. او في الهدوم. تصدق بقى دي حاجه بتفرحني برضه، ان ساعات الواحد ينزل في الوزن بس ما يبانش على الميزان. لكن يبان في الهدوم. وساعات العكس يعني، ساعات تبقي نازله في الهدوم وثابته على الميزان، وساعات تبقي بتنزلي على الميزان بس على هدوم. لا انا اللي يهمني احسن عندي شكلي. شكلي طبعا، يعني انا طول ما انا بنزل في اللبس بلبس مقاس اقل يبقى انا ماشي صح. ودي كتير بتجيلنا يعني، ناس كتير بتقول لي كده. صفحه اورجانيكا قدامنا، اورجانيكا بيوتي، وعليها أي المنتجات واستفسارات. بصي اي حاجه دايما يعني نلجا للصفحه نسال. وبصي احنا يعني زي ما بنقول كده تحت امركم في اي حاجه في اي وقت، بس اهم حاجه نقول
كلمة السر ست الستات عشان هيحصل لنا ايه؟ ناخد 50% والعرض الثاني كمان الاوفر الثاني ده مهم جدا، لو اخذنا شهرين بناخد نص شهر هدية كمان. ما شاء الله، وان شاء الله كل واحد يوصل للتارجت ويت اللي هو عايز يوصل له، يوصل للرشاقة ويخف من امراض كتير زي ما دكتور تركي قال لنا. بشكر مع حضراتكم ضيفنا اللي نورنا النهارده دكتور محمد تركي المدرس بكلية الصيدلة، شكرا جزيلا. شكرا دكتور على تشريفك لينا. وخلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، اشوفكم باذن الله يوم السبت الجاي وحلقه جديده من ست الستات. يا رب اشوفكم على كل خير. باي.